السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هيكون الفيديو عن سيناريو ماتش البرازيل والارجنتين في تصفيات كاس العالم 2026، وهنتكلم عن ميعاد المباراه ما بين البرازيل والارجنتين في تصفيات كاس العالم 2026. بس الاول زي ما انتم شايفين كده السيناريو بتاع الماتش، بدات الماتش لعبت بيس 21 بالارجنتين، وطبعا زي ما انتم شايفين دي ماريا معاه كوره ومهارات، يعني هو النهارده يعني عمل شغل عالي قصاد البرازيل، يعني خلاهم يعني ما يسوش ولا حاجه في المهارات. دي ماريا زي ما انتم شايفين خد الكوره وعمال يعمل كل اشكال المهارات، يعني ابداع ابداع من دي ماريا. لحد دلوقتي الماتش لسه 0-0 في الشوط الاول، وزي ما انتم شايفين برضو دي ماريا معاه الكوره جريد بي مسافه، خدتها سباق ما بين يعني دي ماريا ولاعب البرازيل، بس دي ماريا اسرع. مارتينيز طلع بالدماغ ما قدرش طبعا يسجلها هدف، وكورة في اخر الشوط الاول ميسي خطفها من المدافع وراح، كان خلاص قرب انه يجيب جون بس المدافع قفل قصاده مدافع البرازيل. الشوط الاول خلص بالنتيجة دي 0-0. دخلنا على الشوط الثاني، هجمات بقى والباصات والحاجات دي زي ما انتم شايفين، باصات من البرازيل، وبعدين البرازيل شاطت كورة على الجول. الحارس طبعا كورة سهلة بالنسبة له، ايميليانو مارتينيز افضل حارس في العالم، فبالنسبة له الحاجات دي لعب عيال. بعدين الارجنتين برضو قعدنا نباص نباص نباصي مفيش جديد، وعمالين نهاجم الكرة برضو ما خرجتش، احنا شغالين لعب لعب، هتلاحظوا مفيش كرة خرجت. البرازيل شاطوا كرة، ايميليانو مارتينيز برضو يطلعها، كل الحاجات دي بالنسبة له بيهش دبان، مش هجمات يعتبر بالنسبة له. والهجمات برضو رجعنا ان احنا مستحوذين على الماتش وبنهاجم وبنعمل يعني شغل عالي. زي ما انتم شايفين الكرة في نص الملعب على الطرف، الكرة في الاخر خرج التماس. في الدقيقه 85 في اللحظه دي قدرنا نرفع كره في منطقه الجزاء، المدافع طلعها وقع، وبعدين لاعب الارجنتين خطفها من مدافع البرازيل وحطها ارتو عالمي على شمال اليسون. يعني كره صعبه جدا اي حارس ما يقدرش يصدها. الهدف كان في وقت صعب جدا للبرازيل في الدقيقه 87، وقت صعب انهم يعوضوا الهدف. كرة صعبة صعبة جدا، يعني اللي يشوف الهدف ده كل واحد بيتفرج، اللي بيتفرج في اللحظة دي حط لايك لو عجبك الجون ده، جون يستاهل. البرازيل برضو بيحاولوا، بعدين كرة اتلعبت اي كلام من البرازيل في الوقت الضايع، الماتش خلص 1-0 والارجنتين تفوز على البرازيل بهذه النتيجة 1-0. البرازيل ما قدرتش تعمل اي حاجة. الارجنتين طبعا بيشجعوا جمهورهم وبيحييهم يعني انهم حضروا المباراه وساندوهم لحد الثواني الاخيره من الماتش. قبل ما نتكلم عن ميعاد المباراه نعرف الترتيب الاول. عندنا الارجنتين عندها 12 نقطه، هي المتصدره طبعا المجموعه كلها، اللي هي طبعا امريكا الجنوبيه بيكون مجموعه واحده فيها كل المنتخبات. البرازيل المركز الخامس عندها 7 نقط. نخش على توقيت الماتش وعن ميعاد الماتش وهيتلعب امتى. الماتش هيكون يوم الاربعاء 22 نوفمبر 2023 الساعة 2:30 صباحا بتوقيت مصر، والساعة 3:30 صباحا بتوقيت السعودية. والمباراة هتكون من ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. ولو عجبك فيديو النهاردة وعجبك السيناريو، طبعا التوقع اللي انا عامله ده توقع بيس 21 لعبت الماتش، يعني حاجة اللي هي ترفيهي. طبعا التوقع ده يعني كل واحد يكتب توقعه في التعليقات، وطبعا النتيجة الحقيقية اللي تحصل في المباراة ده في علم الغيب، فدي حاجة بس ان احنا بنعملها يعتبر حاجة ترفيهية. واكتبوا توقعاتكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو النهاردة اضغط لايك للفيديو واكتب بتشجع مين، الارجنتين والبرازيل؟ الماتش هيكون قوي جدا. فرب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.